قال بنك الكويت المركزي أن البنوك الكويتية خصصت 62 فرعا منتشرا في المحافظات الست لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بدء تطبيق تعليمات المركزي بشأن خدمات البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة مطلع العام الحالي. وأضاف البنك أنه باشر مهامه رقابية لتأكد من سلامة وشمولية تطبيق البنوك لتعليماته الشاملة التي أصدرها بشأن الخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة.